الهزيمة في 67 كان صدمة بالنسبة لنا وبنصدمة بالنسبة للشعب المصري ككل. حرب الاستنزاف عظمتها ان هي اسقطت كل هذا الكلام. مصر لما اختارت حرب الاستنزاف ما كانش عندها رفاهية الاختيار. كسرنا الحاجز النفسي بين الجندي المصري والجندي الاسرائيلي. الشعب كله كان واقف ورانا واتفقوا على هذا الكلام بحيث ان بعد الحرب دي تحدث الصدام المباشر وتأتي الحرب ويقوموا بتحرير الأرض. حرب الاستنزاف هي البروفة الرئيسية لحرب الأكتوبر. لم يكن الخامس من يونيو حزيران من عام 1967 كأي يوم. جاء يحمل معه الصدمة الكبرى ليس للمصريين وحدهم بل لكل العرب. الهزيمة في 67 كان صدمة بالنسبة لنا وبنصدمة بالنسبة للشعب المصري ككل. حدث فادح له تأثيره السياسي والعسكري والشعبي. الحرب سابت أثر كبير جدا على القوات المصرية. كنا محتاجين إعادة بناء وإعادة هيكلة للقوات المسلحة المصرية. وصلت النسبة العامة للخسائر في القوات المسلحة من 80 إلى 85% في المعدات. جميع أنواع الطيارات الميك 17 ميلي 21 والطيارات التيو والطيارات الوشن 28، كل الطيارات دي أو كل أحجام الطيارات دي، يعني ممكن أذكر لك عدد طيارات يمكن حوالي 300 طيارة تقريبا تم تدميرهم تماما. كان العدو الإسرائيلي الجوي الإسرائيلي كان بيضرب أول طيارة وآخر طيارة علشان الطيارات تولع بعضها، ما تنفجر أول طيارة وآخر طيارة بتولع بعضيها، لأن الطيارات كانت مرصوصة على الأرض رص، ما كانش فيه دشم ولا كانش فيه حماية لأن ما كانش فيه حرب. لم تفق مصر من هول صدمتها إلا في اليوم الثالث. صدرت التعليمات من القاهرة إلى ممثلها داخل مقر الأمم المتحدة في نيويورك بضرورة وقف إطلاق النار الآن وفوراً. مساء 8 يونيو 67 حقيقة كان المندوب الدائم للأمم المتحدة المصري في نيويورك كان السفير محمد عوض القولي. طول المراحل يوم 5 و6 و7 و8 ما كانش يعلم ان في مصيبة حصلت في مصر وان اسرائيل ضربت ودمرت الجيش. عوض الكوني فوري بان مصر هتقتل وقف الكلام. تناقش مع محمود رياض قال له نفذ الكلام اللي بقى انا ده كلام رئيس الجمهورية. Upon instructions of my government that it has decided to accept the ceasefire call. وهناك مصادر قالت ان عوض الكوني اختلب نفسه في احدى الغرف وبكى. ان قوى الاستعمار تتصور ان جمال عبد الناصر هو عدوها واريد ان يكون واضحا امامهم انها الامه العربيه كلها وليس جمال عبد الناصر. لقد قررت أن أتنحى تماما ونهائيا عن أي منصب رسمي وأي دور سياسي وأن أعود إلى صفوف الجماهير وأدي واجبي معها كأي مواطن آخر. فور انتهاء الخطاب حصل مظاهرات شعبية خرجت الملايين، مش في القاهرة ده، لا في القاهرة واسكندرية كل العواصم والقرى. كان الشعب المصري يستشعر أن هذا الرجل لم يهزم وأنه عليه الاستمرار لكي نحقق الانتصار النهائي، أن الضربة الأولى لا تعني شيئا. وهناك من يقول أن رد الفعل بتاع الجماهير، أن هذا رد الفعل كان مخطط من التنظيم الطبيعي. وجدت ان هو كان شعور إرادي. وبعدين اللي يؤكد هذا الجماهير العربية الكثيفة
التي خرجت في لبنان والتي خرجت في سوريا والتي خرجت في السودان إلى آخره. نحن كنا شايفين في جمال عبد الناصر الأمل اللي ممكن يستعيد لينا تاني ما فقد، والأمل الذي يمكن أن يبني لنا قوات مسلحة جديدة، وهو الأمل في أن مصر تحيا من جديد. فأنت الأمل الباقي لغد الشعر. أم كلثوم طلبت صالح جودة الشعر وطلبت في التليفون السنباطي وقالت للاثنين أسرعوا، واحد يكتب لي الشعر اللي هغنيه والتاني يلحنه بسرعة عشان ألحق أبلغه رسالة الشعب المصري. كلنا نعرف ماذا حدث في بريطانيا بعد دنكرك. لم تقبل بريطانيا الاستسلام رغم أن ألمانيا النازية بقوتها العسكرية استطاعت أن تسيطر على كل أوروبا. قد يستطيع العدو المزود بإمكانيات تفوق طاقته وأيضا نتيجة لقصور من جانبي لا نستطيع أن نخفيه ولا يجب أن نخفيه، قد يستطيع هذا العدو احتلال رقعة من أرضنا، فليست هذه أيضا هي الهزيمة طالما أننا لم نقبل الاستسلام. حصلت في إسرائيل على المستوى الرسمي على الأقل نوع من الفرحة العارمة، لأنه الإسرائيليين كانوا أو الحكومة الإسرائيلية كانت بتظن أنها تخلصت من القائد العربي الوحيد اللي عنده القدرة على مناطحة القوات العسكرية الإسرائيلية، اللي عنده القدرة على أنه يجمع حواليه الشمل العربي. عبد الناصر كان بالنسبة لهم في الفترة دي يمثل نوع من الكاريزما، وأنه عدو لدود، وأنه عدو لم يكن له نظير آنذاك خلال الحقبة حقبة الخمسينيات والستينيات. البلد الذي خرج لتوه من نكسة أبى أن يستسلم. بدا أنه خسر معركة، لكن الحرب لم تنتهي بعد. عاد عبد الناصر تحت ضغط الجماهير يوم 10. تقدر تقول أن هذا التاريخ اللي هو يوم 10 يونيو اللي تراجع فيه عبد الناصر عن الاستقالة كان بداية لمرحلة جديدة على كل الأصعدة. أرسل له القيادة السوفيتية السكرتير الأول لحزب الشورى السوفيتي ليونيد بريجنيف، وده صاحب القرار الأساسي في الاتحاد السوفيتي، طلب منه البقاء ويعود في استقالته، والمهمة سوف يتحملون إعادة بناء الجيش المصري. كان على القوات إعادة تنظيم نفسها وإعادة تشكيل من جديد على الضفة الغربية للقناة، وهو ما عرف بمرحلة الصمود. عبد الناصر عقب الهزيمة كان بيقول إن مفيش أي باب مفتوح أمامه للأسلحة إلا باب الاتحاد السوفيتي، وفي المقابل هو سيقوم بفتح هذا الباب على مصراعيه حتى يستطيع أن ينهل من الأسلحة لمساعدة الجيش المصري. كان كل اللي أنا عايزه هو سلاح جديد بدل اللي أنا فقدته، ودي قدرة القيادة السياسية أنها توفره للقوات المسلحة من الاتحاد السوفيتي وقتها. وبالفعل بدأ تدفق الأسلحة السوفيتية على مصر يوم 9 يونيو. اتعمل جسر جوي وبحري، وطبقا لمذكرات الفريق فوزي يعني تم امداد الجيش المصري في الايام دي بحوالي 50,000 طن من المعدات العسكريه. في المقابل لم يكن مستغربا ان تغض الولايات المتحده الامريكيه طرفها عن عدوان حليفها الاستراتيجي المنتشي بانتصاره الخاطف، بل وتدعم أطماعه الجديدة عبر مبادئ خمسة أعلنها ليندون بينز جونسون أول رئيس أمريكي يمنح إسرائيل منظومات أسلحة هجومية. الولايات المتحدة الأمريكية رفضت إدانة العدوان الإسرائيلي عام 1967 على مصر لأنها كانت تعمل على تعظيم المكاسب الإسرائيلية.
تعظيم المكاسب الإسرائيلية ظهر جلي وواضح جدا إذ أن إسرائيل خرجت من الحرب وهي 3 أضعاف مساحتها، وبالتالي ده كان بيمثل لها عامل قوي جدا في الأمان. في الأفوريا لتلت الحرب على طول كان الإسرائيليين بيعتقدوا أنه خلاص إحنا ممكن نعمل حدود إسرائيل عند حدود قناة السويس، وأنه بعض العناصر زي مناحم بيجن يقولوا أنه سيناء جزء من إسرائيل الكبرى وما ينفعش ننسحب منها. ابتدت بعض الأحزاب السياسية تضغط على الحكومة عشان ما تتفاوضش على الانسحاب. قررت الزعامة السوفيتية ضرورة إرسال واحد يمثلها، وقالوا يمثلها رئيس وزراء الاتحاد السوفيتي إليكسي كوسيجين، يروح يذهب ويقابل الرئيس ليندون جونسون رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، واتفقوا على أنه هيلتقي بالرئيس جونسون في جلاسبورو يوم 23 يونيو. فما كان من الرئيس جونسون غير أن أعلن مبادئ 5 عشان يحطها أمام رئيس وزراء الاتحاد السوفيتي لما يجي لا يحيد عنه، يعني إذا بيقوله إيه يخبط في حيطة سد. المبادئ 5 اللي كان بيتكلم عنها الرئيس جونسون هي مبادئ من الطراز الأول بتهم إسرائيل، يعني حرية الملاحة في المنطقة هو مطلب ملح جدا بالنسبة للجانب الإسرائيلي. الولايات المتحدة ترى أن إسرائيل هي ابن بكر للولايات المتحدة، أو هي الولاية الواحدة والخمسين. المجتمع الأمريكي هو مجتمع من المهاجرين، إسرائيل أيضا مجتمع من المهاجرين، وبالتالي هناك توافق ثقافي، توافق اقتصادي، توافق مجتمعي. الولايات المتحدة اعترفت، أو أولى الدول التي اعترفت بإسرائيل، وإن إسرائيل تمر في مدار اقتران وتمر بالقوة، ولكن أيضا تمر في قناة السويس. حق إسرائيل في الوجود هو ما كانت إسرائيل ترغب فيه منذ حرب 1948، ترغب في الاعتراف العربي بوجودها في منطقة الشرق الأوسط. وقضية فلسطين دي قضية لاجئين، مش عاوزين يقولوا فيها غير انها قضية لاجئين، وكان جمال عبد الناصر والعرب كلهم رابطين مرور إسرائيل في قناة السويس لحل قضية اللاجئين. المبادئ الأمريكية لم تضيف لمصر أي شيء، وهي كانت موجهة للجانب الإسرائيلي بشكل أكبر، وبشكل عام رأت مصر أنها لن تستطيع الحصول على شبر واحد من أراضيها إلا إذا كانت عسكريا قوية. ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، هذا ما استقر في يقين مصر. على الناحية الأخرى حاول المحتل تعزيز موقفه بالسيطرة على آخر نقطة صامدة في سيناء شمال مدينة بور فؤاد. كانت الفرصة سانحة أمام 10 دبابات إسرائيلية مدعمة بكتيبة مشاة ووحدة مهندسين ويعاونها سرب طائرات مقاتلة قاذفة، لكن العدو واجه مفاجأة في رأس العش. العدو بعد 5 يونيو 67 زي ما نقول استولى على سيناء بالكامل، عدا بور فؤاد هذه المدينة وموقع رأس العش. فبعد وقف إطلاق النار فكر ان هو ايه، قال لك ده في المدينه ديت انا ما احتلتهاش، طب استولي عليها. وعلى الفور في 1 يوليو 1967 قررت احتلال هذا القدس. قدمت كتيبه مدفعيه اسرائيليه معززه بمشاة ميكانيكي. الجزء ده كان موجود فيه قوات الصاعقه المصريه، كانوا حوالي 30 جندي. وهؤلاء ال 30 جندي تصدوا لهذه الكتيبه من الدبابات والحقوا بها هزيمه منكره، وانسحبت وعادت تحاول مهاجمتها مره اخرى وهزمت مره اخرى وانسحبت، واصبحت بور فؤاد النقطه الوحيده في الضفه الشرقيه التي لم تتمكن اسرائيل من احتلالها في 67. فبدا واضحا للعدو الاسرائيلي ان المصريين ما هماش الناس اللي يعني ياخذوا ضربه وينكسروا. قامتها في ان هي كانت الحد الفاصل ما بين الشعور بالهزيمه وفي نفس الوقت ادراك ان الجند المصري هو جندي عظيم، وأنه يلقي الهزيمة وراء ظهره استعداداً لخوض مرحلة تحرير الأرض. أعطت المعركة رسالة شديدة الوضوح لعدو جرح في غروره لأول مرة منذ صباح 5 يونيو حزيران،
لكن كان على مصر أن تجلس مع الأشقاء إذا أرادت أن تجعل من رأس العش نقطة انطلاق جديدة بعد الهزيمة. عندما نزل عبد الناصر وحارة في موكب إلى القصر الرئاسي وحينزل فيه، أي وجدنا جماهير الخرطوم كلها خارجة تؤيد عبد الناصر. قال إحنا زهلنا أن رئيس منهزم تخرج له هذه الجماهير. طبعاً دي بتبين أن هذا الرجل فعلاً كان زعيم وكان له كاريزما، ولكن مؤتمر الخرطوم لعب دور كبير في صمود مصر والأردن وسوريا. اتجمع عدد كبير من الدول العربية لبحث الوضع العربي عقب الهزيمة. قرارات مؤتمر الخرطوم كانت قمة في الأهمية. القرار الأولاني كان بيتكلم على لا صلح لا تفاوض لا اعتراف بإسرائيل، وهو ما عرف باللقات الثلاثة. تم التباحث على قضايا كتير، من ضمنها يعني إيه الدعم والمساعدات اللي ممكن تتقدم لمصر والأردن. دارت مناقشات أثناء مؤتمر الخرطوم حول وضع البترول، هل يتم وقف البترول عن الولايات المتحدة الأمريكية ودول الغرب أم يتم ضخ البترول؟ وبعد المناقشات أسفر الأمر عن استمرارية ضخ البترول في مقابل أن يتم إعطاء مبلغ من أموال البترول من الدول المنتجة للبترول لدول المواجهة. وقرروا حقيقي لمصر 125 مليون جنيه سنويا في القمة دي، والأردن أظن 25، وكان الملك حسين اعترض قال مش هيكفوا، وعبد الناصر قال لوزير خارجيته قال القمة ياخدوا من رصيدي. أنا عبد الناصر كان متعاطف جدا مع موقف الملك الأردن الملك حسين. بينما كانت مصر تسير في طريقها الدبلوماسي والسياسي مع الأشقاء والحلفاء، قررت أن توجه رسالة عسكرية جديدة للعدو، ليس من موضع دفاع هذه المرة بل من موضع هجوم. في 21 من أكتوبر تشرين الأول كان الجحيم في انتظار أكبر قطعة للبحرية الإسرائيلية، إيلات تبتلع الطعم. دماء إسرائيليات هي أكبر قطعة في القوات البحرية الإسرائيلية، وكان هي بتعمل دوريات قدام السواحل المصرية وبصورة استفزازية، يعني بتقرب قوي. احنا عارفين في المياه الإقليمية اللي هي 12 ميل من السواحل المصرية، كان بتيجي تمشي على 14 ميل 13 ميل، وساعات تروح داخلة كده على 12 ميل، المعتمدة ان احنا طبعا في هذه الفترة كنا طالعين من هزيمة قاسية في يونيو 67، ولا حول لنا ولا قوة. اتعمل طعم للبحرية الإسرائيلية، لأن في هذا الوقت كان الإشارات اللاسلكية كانت الإسرائيليين شاطرين في الحاجات دي، وكانوا بيتصنطوا على الإشارات اللاسلكية. فاتعمل إشارة من قائد القوات البحرية لقائد قاعدة بورسعيد البحرية، الإشارة دي بتقول له لو المدمرة الإسرائيلية إيلات اخترقت المياه الإقليمية المصرية لا تتعامل معها، وبالرجاء ضبط النفس. في نفس الوقت حصل اتصال تليفوني من قائد العمليات الفريق محمود فهمي عبد الرحمن لقائد قاعدة بورسعيد اللي هو طلعت، وقال له لو دخلت مياه الإقليمية اضربها، والإشارة اللاسلكية دي ما هي إلا طعم عشان نستدرج المدمرة إنها يعني تاخد راحتها وتقدر تخش المياه الإقليمية. وكان الحقيقة خدوا هذا الطعم، ومجرد إنها اخترقت المياه الإقليمية المصرية صدرت الأوامر للانشين صواريخ، واحد بقيادة النقيب أحمد شاكر والتاني بقيادة النقيب لطفي جد الله، واللانشين طلعوا من قاعدة بورسعيد على مسافة حوالي 7 كيلو، رصدوا المدمرة الإسرائيلية إيلات وابتدوا التعامل معاها بصاروخ في الأول، وأصاب الهدف إصابة مباشرة، ولكن المركب ما غرقتش المدمرة، فاتضرب الصاروخ الثاني بعديه ب10 دقائق، كان إصابات مباشرة وألحقت خسائر بشرية بالذات كبيرة في المدمرة،
وتم إغراقها بالكامل. The fact is that there is a ceasefire agreement between Egypt and Israel, and Egypt has violated that ceasefire agreement. رأوا إنه من الأنجع عليهم إن هم يضربوا الداخل المصري لزيادة، لأنه حصل لهم زيادة عدد القتلى. كل يوم كانوا بيسمعوا من صوت إسرائيل أو إذاعة العبرية، كل يوم بيكون في قتيل إسرائيلي ما بين مدني أو جريح، وبالتالي كانوا بيحاولوا يلهوا الجيش المصري بالداخل المصري عن الجبهة الشرقية لقناة السويس. حبت إسرائيل تنتقم لتفجير إيلات، وبدأت قصف السويس وبورسعيد ومدن القناة، لدرجة أنها إلى حد ما أجبرت القيادة المصرية على تهجير المواطنين المصريين الموجودين هناك، لأنه الخسائر بين المدنيين كانت هتبقى كبيرة قوي على الجبهة دي. كل عمليات ضرب المدنيين دي كانت دائما بتتم بعد ما نعمل عمل إيجابي ضد قواتها في سيناء، فهي مش قادرة تضرب قواتنا، تنتقم منها. سارعت مصر بإجلاء سكان مدن القنال لحماية أرواحهم من الضربات الانتقامية الإسرائيلية التي استهدفت المدنيين. نحو 600 ألف مواطن أجبروا على مغادرة منازلهم. كلنا نعلم أن هذا العدوان أدى إلى خلق مشكلة جديدة للاجئين وطرد مئات الألوف من السكان المدنيين من بيوتهم ومنازلهم. نرجو أن تتوصل الأمم المتحدة إلى قرار من أجل إزالة العدوان وخروج القوات الإسرائيلية المعتدية من الأراضي العربية. ووسط مشاورات عديدة شهدتها أروقة مجلس الأمن، صدر وبإجماع الأصوات القرار 242 في 22 من نوفمبر تشرين الثاني. محمود غياط في قعدته في أمريكا بالتقاءه بالأمريكان والتقاءه بالسوفييت والتقاءه وصلوا للقرار 242 اللي هو صدر في 22 نوفمبر 67. قرار 242 كان بيعتمد في الأساس على الانسحاب الإسرائيلي من أراضي احتلتها إسرائيل. الصياغة بدون أداة التعريف من الأراضي التي احتلتها إسرائيل أحدثت بلبلة في تفسير الجانب المصري والجانب الإسرائيلي للقرار. فالجانب المصري فسر القرار على أنه انسحاب من كل الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967، بينما فسر الجانب الإسرائيلي الانسحاب على أنه انسحاب من جزء من الأراضي ومن بعض الأراضي وليس من كل الأراضي. طبعاً عند التصويت على القرار سوريا رفضت التصويت على هذا القرار، ومنظمة التحرير كمان رفضته، ووافق عليه مصر والأردن. وده محمود غياط قال لي ده أحسن حاجة في ظروفنا استطعنا أنها نصل إليه. تكتيكيا وافقت مصر على القرار لتبدأ عملية بناء وإصلاح واسعة لقواتها المسلحة. لما لا؟ وقد استقر في يقين مصر التي أبت الهزيمة شعباً وجيشاً وقائداً أن المعركة لم تنتهي بعد، وأن ما أخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة، وأن النصر لن يتحقق إلا بالاستنزاف.